بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في التفويض إلى الرسول وإلى الأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام في الحلقة الماضية ذكرنا أن للتفويض معاني مختلفة، المعنى الأول أن التفويض محال ويستلزم الكفر لقائله، وهو أن يعتقد إنسان أن الرسول وآله لهم الاستقلال في الخلق والرزق. وقد ذكرنا ان هذا المعنى كفر ومن يعتقد به كافر واذا للرسول واله وللانبياء ولاولياء الله عليهم جميعا الصلاه والسلام القدره في بعض التصرفات فانما هي باذن من الله سبحانه وتعالى واما المستقل في التصرف فهو الله سبحانه وتعالى حصرا لا اله الا هو لأن الاستقلال في التصرف من كل الجهات هذا يستحيل في المخلوق، وإنما هو في الخالق فقط. وأما المخلوق فلا يتمكن من أي تصرف إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبحوله وقوته. وقد ذكرنا أن المعنى الثاني للتفويض، وهو الولاية التكوينية، بأن الله سبحانه وتعالى أقدرهم وأذن لهم في تصرفات إعجازية يعجز عنها سائر الناس، وهذا إيمان لأن الاعتقاد به إنما هو اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن لهم في التصرف في الكون، ويدخل في الولاية التكوينية معاجز الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. المعنى الثالث للتفويض هو بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم الخلافه والسلطه على الناس شرع ذلك لهم من غير ان يكره الناس على ذلك يعني الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى اعطاه الحكم الناس في مكة كانوا يرفضون ذلك، فالرسول لم يكن يتمكن من الحكم، لكن أهل المدينة آمنوا وقبلوا بحكم الرسول صلى الله عليه وآله، فصارت له السلطة عملا. الناس رفضوا أو وافقوا الله قد جعل هذه السلطة لرسوله صلى الله عليه وآله، هذا منصب من مناصب الرسول. لكن الله لم يكره الناس على ذلك، وهكذا بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى شرع لهم السلطة، الحكم والخلافة، الناس رضوا بذلك فهذا من سعادة الناس، وإن رفضوا ذلك فهذا من شقائهم، وهذا المعنى الثالث للتفويض ثابت أيضا ومنه تفويضهم في القضاء وكذلك من بعد الرسول الله سبحانه وتعالى أعطاها للأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه ثلاث معاني للتفويض ذكرنا أن الأول منها كفر والثاني والثالث إيمان لأنه ثابت بالأدلة الصحيحة ولا يخالف العقل المعنى الرابع للتفويض هو الولاية التشريعية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه محمدا صلى الله عليه واله بآدابه، فعلمه المصالح والمفاسد، ففوض إليه إصدار الأحكام التشريعية. قسم من الأحكام الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها وامر رسوله محمدا صلى الله عليه واله بها وبتبليغها. وقسم اخر من الاحكام الله سبحانه وتعالى فوضها الى الرسول، فالذي شرع تلك الاحكام رسول الله صلى الله عليه واله. ولكن لم يكن تشريعه اعتباطا وانما الله علمه وعصمه فالرسول صلى الله عليه واله يصدر الحكم المطابق للواقع وللمصلحه الواقعيه، يعني بدل ان الله سبحانه وتعالى هو مباشره يصدر ذلك الحكم تشريفا لرسوله صلى الله عليه واله فوض اليه تشريع الاحكام. فقال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، الذي آتاه الرسول أقسام، قسم منه تبليغ عن الله سبحانه وتعالى، وقسم منه تشريع من الرسول، ولكن ليس تشريعا اعتباطيا. إذا نريد نمثل فد مثال للتوضيح، نفرض مثلا قائد مركبة سيارة. هذا ياخذ لسكن صانع ويعلمه السياقه تعليما دقيقا ويعلمه الطريق ثم يقول لهذا الصانع تفضل انت سوق السياره حينما هذا الصانع يسوق السياره هل عمل صاحب المركبه كان بحكمه نعم لماذا لانه علم هذا الصانع جميع الأساليب والطرق، وبعد ذلك سلم المركبة إليه، هذا مثال للتوضيح، الله سبحانه وتعالى لا يفوض أمر الدين والأحكام الشرعية إلى شخص جاهل، كلا، وإنما يسلمها إلى شخص اصطفاه أولا، ثانيا علمه ثالثا عصمه فلا يصدر حكما الا حكما صحيحا اذا كان هكذا فما المانع من تفويض التشريع اليه تشريفا له واحيانا يعبر عن الاحكام التي اصدرها الرسول صلى الله عليه واله بسنه النبي صلى الله عليه واله احنا عندنا فرائض اللي هي الأحكام التي أصدرها الله سبحانه وتعالى مباشرة مثلا الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يقيبون الصلاة ويؤتون الزكاة وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ هذه مجموعة من الأحكام الله سبحانه وتعالى فرضها فرضاً فأنزلها في القرآن. وبعض من الأحكام الرسول صلى الله عليه واله هو الذي شرعها. لكن بتفويض من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعبر عنه بالولاية التشريعية. وهذه الولاية التشريعية خاصة بالرسول صلى الله عليه واله. لماذا؟ لأنه برحيل الرسول صلى الله عليه وآله انتهى التشريع الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ولا نسخة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هذا المعنى الرابع للتفويض بمعنى الولاية التشريعية. المعنى الخامس للتفويض هو أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن يحكموا بظاهر الشرع أو بالباطن والواقع، يعني مثلاً الآن شخصان متنازعان تنازع في قطعة أرض. هذا يقول هذه القطعة لي وذاك يقول هذه القطعة لي. هذا النزاع إذا رجعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه واله. هنا رسول الله يتمكن من أن يحكم بظاهر الشرع. يعني يقول للمدعي عليك البينة. إذا المدعي إلى بينة شاهدان عادلان يحكم لصالح المدعي ويقول للمنكر سلم الأرض له هسه إذا المدعي ما إلى بينة يأتي للمنكر ويقول أيها المنكر أنت أحلف بالله سبحانه وتعالى بأن الأرض لك فإذا حلف المنكر فيصدر الحكم بصالحه هذا الميزان من الذي جعله البينة على المدعي واليمين على من انكر الله سبحانه وتعالى جعل هذا الميزان فالرسول يتمكن من ان يحكم بحسب هذا الميزان ويتمكن من ان يحكم بحسب علمه الواقعي الذي الهمه الله سبحانه وتعالى بطريقه اعجازيه وغيبيه يعني الرسول يعلم بان هذا المدعي الذي له شاهدان الشاهدان قد اخطا والمدعي كاذب هنا يتمكن من ان يحكم بعلمه الواقعي يحكم بان هذه الارض للمنكر مع ان المدعي له شاهدان عادلان في مورد من الموارد الرسول صلى الله عليه وآله جعل لخزيمة ابن ثابت جعل شهادته شهادتين ولذا اشتهر باسم ذي الشهادتين وقد استشهد مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وقعة صفين هذا تشريع من الرسول صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الصلاحية تحكم بظاهر الشرع أو تحكم بالواقع كحكم داود داود عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنزل له سلسلة فحينما كان يحكم ياتي المدعي ياتي المنكر لا يسال بينه ولا يطلب قسما وانما يقول لهما امسك هذه السلسله وطريقه اعجازيه كانت اي واحد اذا توصل للسلسله ويمسكها فالحق معه واي واحد لا يتمكن من ان يمسك هذه السلسله فلا تصل يده اليها فكان يتبين أنه مخطئ أو كاذب وبعد ذلك داود عليه الصلاة والسلام في قضية مفصلة سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه السلسلة فالله سبحانه وتعالى عوضه بأن يطلب من المدعي البينة ويطلب من المنكر إذا المدعي ما عنده بينة المنكر يحلف وكذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في أحاديث وسيأتي في بابه أنه يحكم بحكم داود وحكم داود هو حكم محمد صلى الله عليه وآله في هذه القضية يحكم بعلمه الواقعي أو يحكم حسب الموازين الظاهرية هذا أيضا معنى من معاني التفويض طبعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحاولان استخراج الواقع عبر الظاهر يعني أمير المؤمنين جالس في مجلس القضاء يجي مدعي ومعه بينة زين حسب الميزان الظاهري الحق سيكون مع المدعي الذي جاء بالبينة بس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بإلهام من الله يعلم بأن هذا المدعي كاذب وأن الشهود مخطئون أو كاذبون ماذا كان يفعل؟ كان يستخرج الواقع عبر الطرق الظاهرية يعني مثلا الشهود يد يعلم بأنهما كاذبان يفرق بينهما الشاهد الاول يسال اسئله بعدين يسال الشاهد الثاني أسئلة نفس الاسئله يجاوب بطريقه اخرى يتبين كذبهما فيقران بانهما قد كذبوا او مثلا في قضيه قوم زوجوا بنتهم لرجل ما اعجبهم ذلك الرجل فطلبوا منه الطلاق فهذه البنت حملت من زوجها وبعد ذلك انجبت وارضعت فلما كبر الولد ما رادوا ينسبون ابنها الى ابيه فضغطوا على هذه المراه ان تنكر ان هذا ولدها فالولد يافع اشتكى عند امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ان امي انكرتني زين أمير المؤمنين استدعى الأم أربعين واحد من عشيرتها جاءوا وشهدوا بأن هذه بنت لم تتزوج وأن هذا الشاب يكذب زين هو يدعي ولا شهود له هي تنكر ومعها أربعون شاهد معها أربعون شاهدا ومستعده هم تحلف لان ال... واليمين على من انكر زين أن امير المؤمنين يعلم بعلم الهي بان هذا الولد ابن لهذه الامراه بس بالظاهر انت شلون تقدر تستخرج هذا الظاهر؟ هنا بطريقه امير المؤمنين استخرج ذلك الواقع عن طريق الظاهر كيف قال لهم هذه أختكم متزوجة لو مو متزوجة قالوا ما متزوجة قال زين اجعلوا أمرها لي الامرأة أيضا طلب منها أن تجعل أمرها له زين أمير المؤمنين عليه السلام يطلب من إخوتها ومنها أن يكون وكيلا عنها في تزويجها هي قبلت هم هم قبلوا فقال زين هذا الشاب انت هم اجعل امرك لي قال لا بأس فقال زوجتها له المرأة هنا قالت يا أمير المؤمنين النار النار لماذا النار النار أنت الآن فوضتيني أزوجت وهذا الولد فوضني أزوجه فأني زوجتها زوجتش منه وليس بينكما نسبة كما تزعمين، قالت لا انه ولدي. هنا اضطرت ان تقر بذلك. يعني بهذه الطريقة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام استخرج الواقع ولكن عن طريق الظاهر، يعني بطريقة هي اضطرت بان تقر بالواقع. ويبدو لي ان احكام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والذي يعبر عنه كثيرا يعبر عنها كثيرا بقضية في واقعة هو كان حكم أمير المؤمنين حسب الموازين الشرعية ولكن كان إذا هذه الموازين تقود إلى خلاف الواقع يعني البينة تكذب مثلا أو هذا المنكر مستعد أن يحلف كذبا أو جهلا مثلا أحيانا الإنسان يجهل أبو مات يجد في بيت أبيه متاعا زين يجي واحد يدعي هذا المتاع يقول له يابا هذه هذا المتاع إنما هي أمانة عند أبيك أبوك أجي استعار هذا المتاع مني زين آني ابن الميت ما أدري هذا يصدق يكذب نطلب منه بينة يقول ما عندي بينة ابن الميت يقول أنا ما أدري هذا موجود في بيتنا كان بيد أبي هسه ملكة مو ملكة أنا ما أدري هنا الميزان الشرعي شنو هو أنه المدعي ما إلى بينا هذا ابن الميت يحلف بأنه لا يعلم صدق المدعي ما أدري أنه هذا يصدق لو ما يصدق مو أنه يحلف أن هذا كان ملك أبي لأنه يقول هو يقول ما أدري أنه هذا مال والدي لو مو مال والدي فإذا حلف بأنه لا يعلم صدق مدعي هنا يحكم بصالح هذا الابن هو ماذا يكذب يمكن واقعا ذاك المدعي صادق هذا الابن لا يعلم لكن الميزان الظاهري أنه النزاع يجب أن يقطع البين على المدعي واليمين على من أنكر بهذه الطريقة التي ذكرناها زين إذا أنت تدري أن هذا المتاع ليس للميت وإنما لهذا المدعي هنا تستخرج بطريقه من الطرق الواقع ولكن عن طريق الظاهر امير المؤمنين كان يصنع هكذا قضيه في واقع يعبر عنها ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى فوض الى الرسول والى امير المؤمنين ان يحكم بالواقع او يحكم بالظاهر لكن لان الرسول اسوه غالبا كان يحكم بالظاهر ولكن مع استخراج الواقع بأي طريقة من الطرق. وأما الحكم بالواقع من دون ظاهر فهذا في موارد نادرة جدا، يعني مثلا في معركة أحد كان هناك عداء بين اثنين من المسلمين، عداء من زمان الجاهلية. في معركه احد حينما هزم المسلمون واشتدت المعركه احد الشخصين استغل هذه الفرصه قال الان حسب تعبيرنا هوسة والمشركون والمسلمون مختلطون لا يعلم من قتل من فشاف هذا العدو في الجاهليه فقتله يعني مسلم قتل مسلما الظاهر شنو ان هذا المسلم استشهد كحال حال بقيه المسلمين بيد المشركين لكن نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه واله واخبره ان فلان الذي قتل في المعركه قتله فلان من المنافقين فالرسول صلى الله عليه واله احضره وامر بالقصاص مع انه ما كان شهود في هذه القضيه ولكن حكم بحكم بعلمه الواقعي بدون الموازين الظاهرية التي تقتضي ثبوت القصاص عبر الشهود هي حالة استثنائية صحيح الرسول الله صلاحية في جميع الموارد يعمل هكذا لكن لأنه أسوة ما أراد أن يكون كيفية حكمه بالعمل بعلمه الواقعي في جميع القضايا، لا في الظاهر كان يعمل حسب الموازين الظاهريه ولكن يستخرج الواقع عن طريقها. هذا ايضا معنى من معاني التفويض وهذا ثابت لرسول الله صلى الله عليه واله ولآل الرسول عليه وعليهم الصلاه والسلام. ايضا معنى اخر من معاني التفويض هو انه الله سبحانه وتعالى فوض اليهم أنهم يراعون المصلحة في بيان الأحكام لأن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول وقال الرسول بأن يكلم الناس على قدر عقولهم زين هذه الأحكام الله بينها للرسول أو الرسول شرعها وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام تعلموا هذه الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وآله هسه اجى السائل يسال من الصالح تبين له الحكم الواقعي كاملا مو صالح تبين له الواقعي كاملا لجهه من الجهات تبين بعضا من هذا الحكم مو صالح تجاوبه اصلا تجاوبه اعرض عنه اسكت وبالنسبة للأئمة زمان زمان تقية بين الحكم الذي فيه التقية مو الحكم الواقعي، الله سبحانه وتعالى فوض إليهم ذلك، طبعاً الرسول صلى الله عليه واله لم يكن في تقية، ولم يستعمل التقية أبداً، لكن بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في تقية واستعملوا التقية زين تارة يشوف صالح يبين له الحكم الواقعي تارة هناك مصلحة في أن يبين له الحكم الذي فيه التقية مثلا علي بن يقطين كان شيعيا من ثقات أصحاب الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ولكن في الوقت نفسه كان وزيرا لهارون الرشيد ليش لأن أبو يقطين علي بن يقطين أبوه يقطين كان عباسيا وخدم بني العباس خدمة جليلة لكن أبناء كانوا من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الأب يقطين يدري أن أبناء من الشيعة بس أب ما يريد ضرر يلحق لأبنائه فكان ساكت عنهم ودخلهم في البلاط العباسي لانه هو يقطين كان في البلاط العباسي علي بن يقطين استاذن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام والامام لمصلحه اذن له وكم مره راد يستقيل الامام عليه الصلاه والسلام قال له لا لا تستقيل انت اخدم اخوانك عن طريق هذا المنصب انت لا تخالف الشرع اعمل حسب الشرع وعن طريق المنصب اللي انت عندك اخدم اخوانك. زين فهو كان وزير هارون العباسي وكان في تقية. وقت الصلاة عندما كان يصير كان يروح في بيته فيتوضا بالطريقة الشيعية ويصلي في بيته ما حد يدري. لكن اكو شات بعض الوشاة وشوا عند هارون بأن هذا علي بن يقطين زين هذا شيعي هارون ما يصدق لأنه وال كان من دعاة بني العباس ومن المتفانين فيهم لكن كثرة الوشايات هارون أراد أن يستخبر بنفسه هو يحصل للعلم ما يكتفي به وشاية الواشين في يوم من الايام طلب علي بن يقطين وبقاه ما خلاه يروح الى بيته الى ان حان وقت الصلاه. زين؟ ففي غرفة خاصة علي بن يقطين ذهب ليصلي وهذا من منطقة هناك ثقب في مثلا جدار أو كذا من هناك يراقب علي بن يقطين يشوف هذا يتوضى بيا طريقة يصلي بيا كيفية عود يكتشف من ذلك الليلة اللي سبقت هذا اليوم وصلت رسالة إلى علي بن يقطين من الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فتح الرسالة شاف الإمام عليه الصلاة والسلام يأمره من حين وصول هذه الرسالة بيدك تتوضأ بالطريقة الكذائية وتصلي بالطريقة الكذائية يعني بالطريقة اللي هارون العباسي كان يصلي فيها وكان يتوضأ فيها هذا استغرب الإمام يأمره بأن يتوضأ ويصلي بطريقة مذهب آخر، لماذا؟ ما يدري، بس مسلم ويسلم تسليمه. زين. اليوم الثاني حينما هارون هذا الاختبار سوى دخل في الغرفة أغلق الباب وأحكم إغلاق الباب وتوضأ بطريقة مذهب هارون. وصلى بطريقته، هارون ما تحمل. شاف ده يتوضى بطريقته، نزل من ذلك المكان، دخل في الغرفة، واعتنق علي بن يقطين، وقال: لا قبلت وشاية عليك أبدا، عندك حساد قالوا كذا وكذا وكذا. بس علي بن يقطين استوى التفت أنه لماذا الإمام أمره. رجع إلى بيته، أجت رسالة ثانية. فتح الرسالة من الإمام الإمام يقول توضأ على الطريقة التي كنت تتوضأ عليها يعني على طريقة أهل البيت وصلي على تلك الطريقة زين يعني الإمام يأمره بالتقية أو يأمره بالحكم الواقع هو يبين الحكم الواقع أو يبين الحكم الذي فيه التقية الله سبحانه وتعالى فوض إلى الأئمة ذلك وأيضا المعنى السابع من معاني التفويض التفويض في المنع أو العطاء هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب الله سبحانه وتعالى خصص لهم أموالا ينفقوا كما شاءوا ويمنعوا كما شاءوا طبعا هم حكماء لا يعطون إلا بحكمة ولا يمنعون إلا بحكمة فيتبين من جميع ما ذكرنا أن التفويض على سبعة أنواع النوع الأول مستحيل وهو الاستقلال في التصرف بدون إذن الله، ومن يقول بذلك فقوله هذا كفر، أما المعاني الستة الأخرى للتفويض الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، السلطة والخلافة وما إلى ذلك مما ذكرناه، فهذه ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة لرسول الله محمد صلى الله عليه واله وللأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وأما الأحاديث فسنتلوها في الحلقات القادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.